خمسة أقوال حكيمة ستفيدك في حياتك. السلام عليكم. من أراد القمة فليرفع الهمة. لا تقلل أبدا من قيمتك، فسر الفشل هو محاولة إرضاء الجميع. عيش حياتك ودع الناس يقولون ما بدا لهم، فأفواههم لن تصمت وألسنتهم لن تتوقف. ولأن الجميع الآن يتحدث بمثالية، أصبحنا لا نعرف في أي مكان يختبئ السيئون. من اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على قوته زل، ومن اعتمد على الناس مل، لكن من اعتمد على الله وحده فما ضل ولا قل ولا زل ولا مل. جالس العلماء بعقلك، وجالس الأصدقاء بأدبك، وجالس أهل بيتك بعطفك، وإن جالست السفهاء فبحكمتك. قد تسكن قصرا وتضيق بك الحياة، وقد تسكن بيتا صغيرا ويشرح الله صدرك. كن جميلا فالكل راحل. طاعات الخلوات من أعظم أسباب الثبات. قال أحد السلف: إن أطعت الله في السر أصلح الله قلبك شئت أم أبيت.